ورجعنا نكمل مع بعض شغلنا في الأشعة السينية. والدور دلوقتي على الطيف المميز أو الطيف الخطي للأشعة السينية. احنا طبعا غطينا الأفكار بتاعة الطيف المستمر، وأعتقد إن هو كان واضح، خاصة لما اتكلمنا على مثال بالأرقام بقت الأمور واضحة جدا، وفهمنا يعني إيه كلمة متصل أو كلمة مستمر. وفي نفس الوقت خدنا الأسئلة اللي موجودة عليه علشان خاطر يبقى شرحنا الحاجة وخدنا الأسئلة عليها، فتبقى المعلومات مترتبة ورا بعضها. لما نيجي نتكلم على الطيف الخطي أو المميز، فاحنا كلمة مميز ديت لازم نحطها في الاعتبار. يعني إيه مميز؟ يعني الراجل ده في حاجة معينة هو بيميزها. لما أجي أدرس الطيف ده فاسمه طيف مميز، يعني الطيف ده بيميز لي حاجة معينة في الشغل اللي قدامي ده. هنفهم الكلام ده بصورة مفصلة، ولكن خلينا ناخد الفكرة بتاعت الموضوع. احنا لما قلنا ان الالكترون بتاع الفتيلة اللي هو معاه طاقة حركة كبيرة ده بيروح يصطدم في ذرة التنجستين، قلنا ممكن يخبط وهو ماشي كده في الالكترون فيفقد جزء من طاقة الحركة، فيطلع الجزء اللي فقده ده على صورة اشعاع بيقع في منطقة الاشعة السينية. طيب هو الحاجة الوحيدة بس اللي بتحصل ان هو يخبط في الالكترون وهو ماشي؟ مش ممكن يخبط في الالكترون كده الوش في الوش ويزقه ويخرجه بره الذرة اصلا؟ ممكن يحصل. ازاي يا باشمهندس؟ قالك بص، انا افترض الالكترون اهو اللي احنا كنا شغالين عليه، وان الطاقه بتاعته دلوقتي 350 جول، وبعدين الالكترون ده ماشي 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 وقام جاي واصل للالكترون ده خبطه. طيب لما يخبط الالكترون ده ايه اللي يحصل؟ قال لك في حاجتين ممكن يحصلوا. ان الالكترون ده ممكن يتنقل من هنا، يتشال من هنا خالص ويتنقل لمستوى طاقه اعلى. ليه؟ مش احنا قلنا يا جماعه ركزوا في الكلام ده عشان احنا قلناه. قلنا علشان احرر الكترون او احرك الكترون جوه الذره ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل حاجتين. ممكن اسخن الذره فالالكترونات بتاعه الذره تكتسب طاقه فتطلع لمستويات اعلى، وبعد شويه بترجع تاني فتديني اشعاع. الطريقه الثانيه، وانا شرحت الكلام ده لما جيت كتبت لكم كلمه الانبعاث وقلت لك انبعاث الكتروني وانبعاث فوتون، ووضحت لك انبعاث بالحراره وانبعاث بان انا اخبطه بحاجه وهكذا. فهنا دلوقتي الالكترون ده انا ممكن يا اما اسخن الذره وبالتالي الالكترون ده ممكن يكتسب طاقه تخليه يطلع فوق لمستوى اعلى ويرجع تاني، او ممكن اخبطه بالالكترون له طاقه عاليه. الالكترون اللي له طاقه عاليه ده لما يجي يخبط في الالكترون ده هيطلعه بره الذره او يخليه يتحرك في مستوى طاقه عالي. يبقى دي حاجه من الاثنين. بمعنى ان خلاص الالكترون ده ما بقاش موجود هنا، لانه ممكن يكون طلع بره الذره او ممكن يكون اتحرك ووقف هنا مثلا يعني. طب خد بالك بقى، المستوى اللي جوه دلوقتي بقى فيه كام الكترون؟ بقى فيه الكترون واحد. طب ده ينفع؟ لا. ليه؟ لان احنا عارفين ان مستوى الطاقه اللي قريب من النار بيبقى فيه الكترونين. فالطبيعي اللي يحصل بعد كده ان بعد شويه يا اما الالكترون ده يا اما الالكترون ده يبتدي ينزل من المستوى ده عشان للمستوى ده. ليه؟ عشان يوصل الذره لحاله الاستقرار. طب لما الالكترون ينزل من مستوى طاقه اعلى الى مستوى طاقه اقل بيعمل ايه يا جماعه؟ بيطلع لي اشعاع. الاشعاع ده برضه بيقع في منطقه مين؟ بيقع في منطقه الاكس ريز اللي هي الاشعه السينيه. تمام؟ يبقى ده تاني نوع من الاشعاع. يبقى نركز عشان الفرق بينهم مهم جدا. الاشعاع الاول اللي احنا شرحناه في الحته اللي فاتت ما كانش بيجي من انتقال الكترون من مستوى لمستوى، امال كان بيجي من ايه؟ بيجي ان الالكترون ده خبط في واحد وهو ماشي ففقد جزء من طاقته فطلعت في صوره اشعاع، مش ما خلاش الالكترون ينتقل من مستوى لمستوى، عشان كده بنسميه طيف مستمر. اما الطيف ده، اما الحاله اللي قدامي ديت، هو خبط الكترون طلعه بره، فاصبح مكانه فاضي، ما ينفعش مكانه يفضل فاضي كتير لان الذره لازم تستقر، عشان الذره تستقر هيبتدي الالكترون من مستوى طاقه اعلى ينزل الى المستوى الادنى ده عشان يخليه يستقر. طيب لما الالكترون يتحرك من مستوى طاقه اعلى الى مستوى طاقه اقل، ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لي اشعاع. الاشعاع ده هيقع في منطقه الاكس ريز او منطقه الاشعه السينيه. وهنا يجي مجموعه من الاسئله. اول حاجه ان الطيف ده بيتوقف او الطيف ده الاشعاع بتاعه بيميز ماده الهدف. ايه يعني بيميز ماده الهدف دي؟ قال لك بص يا سيدي، في بدايه الشرح كنت قلت لكم قانون ولازم نكتبه هنا تاني. قلت لكم ان دي ان اللي هي طاقه اي مستوى، يعني ايه طاقه المستوى الاول او الثاني او الثالث، بتساوي سالب 13.6 على ان تربيع في زد تربيع، حيث ان الزد ده هو عدد الذري للعنصر. طب جميل، ما تيجي ناخد اي ذرتين في الدنيا، اي ذرتين. طبعا اللي احنا المفروض نعرفه ان ما فيش ذرتين لهم نفس العدد الذري. فلو انا خدت ذره التنجستين وخدته في المقابل اي ذره ثانيه، وليكن مثلا اي ذره، ذره مثلا لها عدد الذري بتاعها مثلا 70 بصرف النظر اسمها ايه. فلو انا عايز احسب الاي واحد بس بتاع التنجستين هيساوي ايه؟ هيساوي سالب 13.6 على 1 تربيع في 74 تربيع. طب لو عايز احسب الاي واحد بس بتاع الذره الثانيه دي، تمام، هيساوي ايه؟ هيساوي سالب 13.6 برضه على ان انا بتكلم على المستوى الاول، يبقى 1 تربيع برضه بس مضروبه في مين؟
مضروبه في 70 تربيع، هتلاحظ ان الرقم ده يختلف عن الرقم ده. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني طاقه المستوى الاول لذره ما لا تساوي طاقه المستوى الاول لاي ذره اخرى. تمام كده؟ جميل. كذلك الامر، طاقه المستوى الثاني لذره التنجستين هتطلع برقم، هيبقى الرقم ده بيساوي ايه؟ هيساوي سالب 13.6 على ال n تربيع، يعني 2 تربيع مضروبه في 74 تربيع. طب الـ 2 بتاع الذره الثانيه اللي هي دي هيساوي برضه سالب 13.6 على 2 تربيع مضروب في 70 تربيع. هتلاحظ ان الرقم ده يختلف عن الرقم ده. يبقى طاقه المستوى الثاني لذره ما يختلف عن طاقه المستوى الثاني لاي ذره اخرى. طب ده هستفيد بيه بقى؟ بص يا سيدي، لما يكون ده وده مش موجودين غير في ذره التنجستين بس، ركز، مش موجودين غير فين؟ في ذره التنجستين بس، الارقام دي مش موجوده غير في ذره التنجستين بس. يبقى الفرق ما بينهم لو طلع لي في صوره اشعاع، يبقى الاشعاع ده بيميز لي ذره التنجستين. ليه؟ لان مفيش ذره هلاقي ان الفرق بين مستوى بين طاقه مستوييها يديني الرقم اللي بيجي هنا من هنا ده يا جماعه، خلاص؟ كذلك الامر، الماده الثانيه دي اللي هي العدد الذري بتاعها 70، لو جبت الفرق ما بين A2 وA1 هيديني رقم. الرقم ده لو انا رحت على كل الذرات وجبت الفرق ما بين A2 الى A1 فيهم كلهم، مش هلاقي رقم يساوي الرقم ده. فده عشان كده بيقول لك ايه؟ الاشعاع اللي طلع نتيجه الحركه اللي حصلت قدامي ديت هو اشعاع او طيف اسمه الطيف المميز. مميز لمين؟ لماده الهدف. اتمنى ان يكون الموضوع ده مفهوم. بس خد بالك، هو الاشعاع اللي طلع ده واقع فين؟ في منطقه الاكس رايز، يعني الطاقه بتاعته ما بين ال 100 وال 400 جول اللي احنا كنا فرضينهم كارقام، ارقام مفروضه يعني، كارقام مفروضه. تمام. يبقى برضه بما ان هو بيقع في منطقه الاشعه الاكس رايز، يبقى هو بيقع في منطقه الاطوال الموجيه دي برضه، فهيبقى موجود في منطقه ما هنا. عشان كده الرسمه دي بنعدلها ونبتدي نرسمها كده. بصوا، هيبقى عامل كده، ماشي كده كده. هو ده شكل الطيف المميز للاشعه السينيه، بيبقى له طول موجي معين هنا يا جماعه، طول موجي معين. تمام. هيتبادر الى ذهن بعضكم سؤال، اول واحد فيه طبعا في ناس يقول لا الرسمه كده غلط يا باشمهندس. انا عارف، انا بتدرج معاك واحده واحده عشان اوصلك المعلومه. انا هقول لك الرسمه الصح بس واحده واحده. احنا قلنا ايه؟ الطيف اللي جاي من هنا ده كده طيف مستمر، وده كله طيف مستمر وشرحناه. اما ده طيف مميز. طيف مميز ليه؟ لانه هي نتيجه انتقال الكترون من مستوى الى مستوى، ففرق الطاقه ده طلع لي في صوره اشعاع، وفرق الطاقه بين اي مستويين في ذره ما لا يساوي فرق الطاقه بين نفس المستويين في ذره اخرى. تمام كده؟ تمام. بس خد بالك، واحد يجي يقول لي يا باشمهندس انت افترضت ان الالكترون ده هو اللي هينزل هنا. اقول لك اه. يجي واحد يقول لي طب ليه يا باشمهندس مش الالكترون ده هو اللي ينزل هنا؟ اقول لك صدق، ده احتمال وارد فعلا. احتمال وارد يا اما الالكترون ده ينزل يا اما الالكترون ده ينزل. بس خد بالك، من الصعب جدا ان الالكترون البعيد قوي ده اللي ينزل. ليه؟ بعيد قوي، يعني مش معقول يعني المستوى ده هيفضل مستني ياخد من ده. طب ما في جنبك مستوى وجنبك مستوى ومليانين الكترونات، فصعب قوي ان انت تقول لي واحد من هنا هو اللي هينزل جوه. خلاص كده؟ فحاجه من اثنين، يا اما الالكترون ده هو اللي ينزل يا اما الالكترون ده اللي هو ينزل. بص، لو ده اللي نزل هيديني شعاع. طب لو ده اللي نزل هيديني شعاع برضه. ركز برضه، هيديني شعاع برضه بيقع في منطقه الاكس ريز برضه. بس الفرق في ايه؟ الفرق ان ده طلع بطاقه معينه وده طلع بطاقه ثانيه. طب مين اللي هيبقى الفرق فيهم اكبر؟ والله الفرق ما بين ده ما بين الاثنين دولت اكبر ما بين الاثنين دولت. خلاص كده؟ اقول تاني، الفرق ما بين الاثنين دول اكبر من الاثنين دول. وبناء عليه هيطلع لي مش بس طرف كده، هيطلع لي كمان واحد كده اهو. خلاص، يبقى شكل الاشعه انا هرسمه لك من جديد بس عشان خاطر الناس تبقى فاهمه الموضوع. اهو. خلاص؟ بعمل بالشكل اللي قدامك ده كده، ممكن نكبره كمان شويه مش مشكله، بس هو ده ايه؟ الشكل بتاع الرسمه مش نازل كده، هو بيعمل كده، خلاص؟ تمام، ده كده طيف مستمر، الحته دي طيف مستمر، الحته اللي جايه دي كمان طيف مستمر. تمام. ده بقى نتيجه ايه؟ نتيجه انتقال الالكترون ما بين مستويين. طب وده؟ نتيجه انتقال الالكترون ما بين مستويين. بس السؤال المهم، هو ده نتيجه انتقال الالكترون بين المستوى الاول، بين المستوى الثاني والاول، ولا بين المستوى الثالث والاول؟ وكذلك الامر ده اخر، هو نتيجه انتقال من هنا لهنا ولا من هنا لهنا؟ بص يا سيدي، احنا قلنا مين اللي طاقته كبيره؟ اللي هو ده. طب هو مين الاحتمالات الاكثر؟ هل محتمل بنسبه كبيره ان الالكترون ده اللي ينزل، ولا الالكترون البعيد هو اللي ينزل؟ لا، الالكترون القريب هو اللي ينزل. ده الاحتمالات الكتيره قوي
الاحتمالات الايه؟ الكتيره. طب لما يكون ده الاحتمال الكبير، خد بالك الفرق في الطاقه ده صغير، ده فرق في الطاقه صغير وده فرق في الطاقه ايه؟ كبيره. هيجي واحد يقول لي يا باشمهندس بس ازاي ده؟ احنا قلنا ده واقع في منطقه الاشعه على الاكس ريز، انت ازاي بتقول عليها صغيره؟ انا بقول صغيره مقارنه بدي، ماشي، بقول ان ديت اصغر من دي، ماشي يا جماعه، مش بقول عليها ان هي صغيره يعني طاقتها صغيره بمعنى الكلمه، لا، اقصد ان ديت صغيره مقارنه بدي. تمام جدا. بص يا سيدي بقى ركز معايا، لما يكون ده طاقته صغيره يبقى طول الموج ايه؟ طول الموج كبير، صح كده؟ اهو يبقى ديت كده لو انا سميتها مثلا لمضه واحد، هاجي اكتب لك هنا كده، بص لمضه واحد دي هي نتيجه انتقال الالكترون، نتيجه انتقال الالكترون من المستوى الثاني الى المستوى الاول. ايه ده جبتها ازاي؟ هقول لك تاني. مش احنا قلنا ان الفرق في الطاقه بين المستويين دولت اصغر من الفرق في الطاقه بين المستويين دول؟ اه. طب لما يكون الطاقه ديت اللي هي ما بين المستويين دولت صغيره، يبقى طول الموج مين؟ كبير. مين اللي طول الموج كبير؟ ده لمضه واحد ولا لمضه اثنين؟ لا طبعا، مش انا وانا ماشي كده طول الموج بيزيد؟ اه، يبقى لمضه واحد هو الاكبر، يبقى هو اللي بيمثل انتقال الالكترون من المستوى ده للمستوى ده. ليه؟ لان لما هنا طاقه صغيره يبقى تردد صغير، يبقى طول الموج كبير. طب هنا بص الفرق في الطاقه هنا هيبقى كبير، يبقى فرق الطاقه كبير، يبقى تردد كبير، يبقى طول الموج صغير اهو، يبقى طول الموج الصغير اللي هو اصغر من لمضه واحد. خلاص كده؟ تمام. السؤال يا باشمهندس، هو حضرتك رسمت ده صغير ليه؟ ورسمت الثاني كبير ليه؟ قال لك بص تخيل معايا احنا واقفين بنصلي الجمعه. طبعا انت عارف ان الدنيا بتبقى زحمه، فالناس بعد ما الامام بيقيم بيبتدي الناس يملوا الصفوف. لو افترضت ان في الصف الاول وهم بيظبطوه كده بعد ما الامام اقام الصلاه في مكان فاضي، المكان اللي بيفضى ده هل في واحد من الصف الثالث بيروح يجري عليه ولا الصف الثاني؟ الصف الثاني. يعني لو افترضنا ان في خمس اماكن فاضيه قدام، محتمل كم واحد يملوهم من الصف الثاني؟ هنقول اربعه. طب ومحتمل كم واحد يملوا الاماكن ديت من الصف الثالث؟ واحد. فاهمين الفكره ايه؟ الفكره ان العدد الاكبر هيجي من الصف مين؟ من الصف الثاني اهو. يبقى العدد الاكبر هيجي من الصف ده مش من الصف البعيد. طب يعني ايه عدد اكبر؟ لو اتخيلت ان دي ذره وعندي ذره زيها وذره زيها وذره زيها، وعندي انا فضيت الالكترونات بتاعتهم اللي جوه دي، كم الكترون من المستوى الثاني هيروح يحل محل الالكترون ده؟ احنا افترضنا ان هم اربعه، يبقى هيطلع لي اربع فوتونات من دي ويطلع لي فوتون واحد من دي. ليه؟ اصل ديت في الصف الثالث قليل قوي لما هي تدخل مره واحده كده تروح على الصف الاول. فاهمين الفكره؟ فهيطلع لي من هنا اربع فوتونات وهيطلع لي من هنا فوتون واحد. علشان كده رحنا رسمنا ديت كبيره. ليه؟ مش دي شده الاشعاع؟ فاكرين الناس اللي مذاكره فصل خمس وسمع الفيديوهات كويس؟ كنا دايما بنقول شده الاشعاع بتعبر عن ايه؟ عن عدد الفوتونات. فهنا رسمنا دي كبيره عشان احتمال انها هي اللي تروح تحل محل الالكترون اللي طار من هنا هي دي العدد الاكبر. هتبقى اربع فوتونات. اما ديت لا هتبقى صغيره. ليه؟ لان عدد الفوتونات بتاعتها اللي ممكن اللي هتنتج من نتيجه انتقال الالكترون من هنا لهنا احتمالها قليل او عددهم قليل اقل من الثانيه دي. انا عارف ان الموضوع يعني مطول شويه وتفاصيل شويه، بس اعتقد انت لو ركزت فيها سنه سنه هتفهم الموضوع. طيب ممكن نلخص الموضوع ده في كلمتين. ازاي؟ الالكترون اللي كان جاي من الفتيله وهو ماشي رايح لذره التنجستين هيخبط الذره بتاعت ماده الهدف القريبه من النواه، فهيعمل حاجه من اتنين، يا اما ينقلها لمستوى طاقه اعلى يا اما يخليها تغادر الذره، وبعد كده الذره اصبحت تعتبر غير مستقره، فلازم في الكترون ينزل يحل محل الالكترون اللي مشي. ممكن ينزل من المستوى ده فيطلع لي اشعه تقع في شعاع في منطقه الايه؟ الاشعه السينيه. وممكن ينزل من المستوى اللي بعده برضه عادي فيطلع لي برضه شعاع بيقع في منطقه الاشعه الايه؟ السينيه. الشعاعين دولت او الاثنين اللي بيطلعوا دولت احنا عملنا واحد اهو وواحد منهم اهو. مين فيهم بتاع المستويين اللي جنب بعض ومين فيهم بتاع المستويين اللي بعيد عن بعض دولت؟ قال لك بص المستويين القريبين من بعض هيبقى الفرق في الطاقه بتاعتهم صغير مقارنه بالبعاد عن بعض. فلما يكون ده الفرق في الطاقه بتاعه صغير يبقى تردده صغير يبقى طول الموج كبير. مين في دولت اللي طول الموج كبير؟ لمضه واحد. يبقى ده بتاع دي ويبقى ده بتاع الكبيره دي. ليه؟ لان ديت الفرق في الطاقه هيبقى كبير، يبقى التردد كبير يبقى طول الموج صغير. اه طول الموج اصغر من دي. خلاص اهو حكيتها لك تاني بسرعه اهوت عشان تستفهم الموضوع. جميل جدا. يبقى هنا عرفنا الطيف المميز وعرفنا ليه هو بيميز وقلناها من القوانين دي، واتمنى الناس تكون فاهماها، عشان كده كنا شرحنا القانون ده في الاول علشان كنا محتاجين الحته دي ان احنا نتكلم عليها. كده احنا خلصنا الطيف المميز، هنقراه بقى من المذكره، والكلام اللي انا جايبه من المذكره ده موجود بالنص في كتاب المدرسه، ونشوف ايه اللي ناقصنا ونتكلم عليه. اول حاجه
كيف يتولد الطفل الخطي؟ هنيجي نقول له عند اصطدام الكترون منطلق من الفتيله باحد الالكترونات القريبه من نواه ذره الهدف، فانه يعمل على انتقالها الى الكترون الى مستوى طاقه اعلى او تغادر الذره، وبعدين يحل محلها الكترون من مستوى طاقه اعلى، ويظهر فرق الطاقه او يظهر الاشعاع طاقته تساوي فرق الطاقه بين المستويين. خلاص كده؟ يبقى نيجي نقول اهو عند اصطدام الكترون المنطلق من الفتيله باحد الالكترونات القريبه من نواه ذره الهدف، فانه يعمل على انتقالها الى مستوى طاقه اعلى او مغادره الذره، ثم يحل محل هذا الالكترون الكترون اخر من احد المستويات الاعلى او من احد المستويات الخارجيه، ويظهر الفرق في الطاقه في صوره اشعاع يقع في منطقه الاشعه السينيه. هما كلام احنا قلناه ممكن تقول انت تاني، ممكن اقوله من غير ما نبص كمان على الورقه وانت تدرب نفسك عليه. يقوم الالكترون المعجل بالاصطدام باحد الالكترونات القريبه من نواه ذره الهدف، فيجعل هذا الالكترون ينتقل الى مستوى اعلى او يغادر الذره، ويحل محله الكترون من المستويات الاعلى، ويظهر فرق الطاقه هذا على صوره شعاع يقع في منطقه الاشعه السينيه. تمام. التسميه، الشعاع ده سموه بالطفل الخطي او الطفل المميز او الاشعاع الشديد او الاشعاع الحاد، كلها مسميات بس لازم تعرفها عشان لما يجي يسالك يقول لك ما هو الاشعاع الحاد تبقى تعرف تجاوب عليه. طيب حساب الطاقه، حساب الطاقه بيجي ازاي؟ والله هو عباره عن اي 2 ناقص اي 1 لو هو كان يتنقل ما بين الاثنين دول، او اي 3 ناقص اي 1 لو هو كان يتنقل ما بين الاثنين دول. دي سهله، وخد بالك بقى ده اللي بيميز الماده، لان اي 3 ناقص اي 1 في التنجستين تختلف عن اي 3 ناقص اي 1 في اي ماده ثانيه. خلاص كده؟ تمام. العوامل اللي بيتوقف عليها الطول الموجي، الطول الموجي ده وده بيتوقفوا على مين؟ قال لك بيتوقفوا على نوع ماده الهدف. ليه؟ هو ده الفرق في الطاقه ده مش ده بيطلع نتيجه انتقال الالكترون من مستوى لمستوى؟ اه. قيمه الطاقه اللي طلعت بتساوي ايه؟ بص ركز معايا، قيمه الطاقه اللي طلعت اهو مش بتساوي اتش في نيو؟ اه. طب والنيو بتساوي ايه؟ مش بتساوي اتش في سي على لندا؟ اه. يبقى دلوقتي ده ثابت وده ثابت، يبقى الطاقه بتتوقف على الطول الموجي. طب الطاقه نفسها بتتوقف على ايه؟ تتوقف على طاقه المستوى ده وطاقه المستوى ده. طب طاقه المستوى بتتعين ازاي؟ بتتعين بناء على العدد الذري. طب والعدد الذري بيتوقف على مين؟ على نوع ماده الهدف. يبقى اعتقد كده السيناريو ورا بعضه مفهوم. يبقى نيجي نقول الطول الموجي للطيف الخطي المميز للاشعه السينيه بيتوقف على نوع ماده الهدف، ولو عايز تحدد اكتر يتوقف على عدد الذري لذره الهدف. خلاص؟ تمام. جميل جدا. بيقول لك عرف اشعه الفرمله، هنيجي نقول له اشعه الفرمله دي اللي هي اشعه الطيف المستمر، يعني احنا قلناها طبعا وشرحناها، هنقول له هي الطيف المستمر للاشعه السينيه وتتكون بسبب تناقص سرعه الالكترون وطاقه حركته عند مرورها بالقرب من ذرات ماده الهدف بسبب التصادم والتشتت، وهذه الاشعه تحمل جميع الاطوال الموجيه في مدى معين اللي هو مدى الاشعه السينيه. في سؤال بقى بيقول لك علل الطول الموجي للاشعه السينيه المميز يتوقف على نوع ماده الهدف، ادينا جاوبناه. ليه الطفل المميز ده بيتوقف على نوع ماده الهدف؟ جاوبناه، لانه بينتج نتيجه انتقال الالكترون من مستوى الى مستوى اخر، وفرق الطاقه هذا او فرق الطاقه ده بين المستويين يختلف من ماده لاخرى، علشان كده الطفل المميز بيتوقف على نوع ماده الايه؟ الهدف. والسؤال ده موجود في كتاب الامتحان واجابته موجوده، يا ريت الناس تراجعها تاني. في بقى سؤال مهم، هو بيقول لك قد لا تظهر الاشعه المميزه عند فروق الجهد المنخفضه. السؤال ده مهم ليه؟ لان عايزك تركز فيه وانت بتسمعه وتحلله. بيقول لك علم قد لا تظهر الاشعه المميزه او المميزه عند فروق الجهد المنخفضه. السؤال ده تحسه غير منطقي. ليه؟ لان احنا قلنا الطيف المميز اصلا بيتوقف على مين؟ على نوع ماده الهدف. هو بيقول لي بقى ليه الطيف المميز مش هيظهر لما يكون فرق الجهد منخفض؟ يا هندسه مش انت قلت لي ان هو بيتوقف على نوع الماده؟ اه. ليه رايح تربطه بالمصدر؟ ما احنا قلنا خلاص ملوش علاقه بالمصدر. قال لك لا استنى بس واحده واحده. بص يا سيدي، هو ايه الشرط اللي ان الالكترون ده يقدر يخلي الالكترون ده يسيب الذره ويمشي؟ مش انا عايز الالكترون اللي جاي من هنا لما يصطدم الالكترون ده يديله طاقه كبيره تمكنه من انه يسيب الذره ويخرج؟ اه. طب ده يحصل ازاي؟ يحصل لما انت تكون اصلا حاطط فرق جهد عالي يكسب الالكترون ده طاقه حركه عاليه تخليه يحقق المطلوب. فاذا بيجي يقول لك ايه؟ قد لا يظهر الطيف المميز عند فروق الجهد المنخفضه. ليه؟ لان عند فروق الجهد المنخفضه الالكترون اللي منبعث من الفتيله بتكون طاقه حركته صغيره لا تكفي لجعل الالكترون القريب من النواه يغادرها، وبالتالي لن ينتقل الالكترون من مستوى الى مستوى، وبناء عليه لن يتولد اشعاع الطيف المميز. خلاص؟
فطبعا الاجابه برضه موجوده عندكم في المذكره، انا حبيت افسرها لك، فانت هتقرا الاجابه اعتقد ان شاء الله ان انت هتفهمها، ما تبقاش فيها حاجه صعبه عليك. تمام كده احنا خلصنا الشرح كشرح، عايزين ناخد القانون ونختم بيه زي ما عملنا في الجزء بتاع الطيف المستمر. تعال نبص على القانون. احنا قلنا القانون يعني احنا قلناها في من ضمن الشرح كده، لكن احنا هنكتبه بقى لوحده بالمره عشان ناخد بالنا. مش ده الاشعاع اللي طلع؟ اه فاكر انت الحاله الاولانيه كنا بنقول الالكترون اللي كان بيجي يخبط هنا ده، كنا بنقول ان الاشعاع اللي طلع طاقته تساوي طاقه حركه الالكترون قبل التصادم ناقص طاقه حركته بعد التصادم. اما ده مش بيساوي كده، ان الفوتون اللي طالع الفوتون طاقه الفوتون بتساوي المستوى الثاني ناقص المستوى الاول، بيساوي فرق الطاقه بين المستويين. اي واحد يقول لي يا باشمهندس صح، ما هي ممكن تكون ما بين 3 او ايه 1 صح، احنا بنفترضها دلوقتي ان هي ما بين مستويين، عشان كده احنا مش هنكتب اي 2 ناقص اي 1، احنا هنكتب دلتا اي بس. ليه؟ لانها ممكن تبقى ما بين اي 2 ناقص اي 1 او ما بين اي 3 او اي 1. وصلت الفكره؟ تمام. طب طاقه الفوتون اصلا بتساوي ايه؟ اللي هي دي اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي اتش في نيو، اللي هي بتساوي اتش في سي على لندا. الكلام ده بيساوي مين؟ بيساوي الدلتا اي اللي هي ما بين المستويين، فانا مش هتضيع عشان ما نتخبطش ما بينهم. فيبقى دلوقتي لما بصيت على الجزء ده كده، اللندا دلوقتي ده ثابت وده ثابت، تتوقف على مين؟ على الدلتا اي. الدلتا دي الدلتا اي دي ليها مين؟ اللي هي فرق الطاقه بين المستويات، وفرق الطاقه بين المستويات يختلف من ماده لاخرى. فكده يبقى احنا شرحنا الموضوع بالتفصيل. طيب عايزين ناخد برضه ملحوظه عشان في عليها سؤال يمكن ما بيجيش كتير، لكن احنا نقوله علشان نختم بيه الجزء ده. بص يا سيدي، عايزين ندرس تاثير العدد الذري على الطول الموجي. احنا ناخد القانون ده نكتبه، ادي اهو دلتا اي. دلتا اي بتساوي ايه؟ اتش في سي على لندا. هات لي اللندا في ناحيه لوحدها، فاللندا هتساوي اتش في سي على دلتا اي. انا هفترض انها اي 2 ناقص اي 1، اي 2 ناقص اي 1. طيب هكتب الكلام ده بصوره افضل، يعني هكتب اتش سي على اي 2 ناقص اي 1 اللي هو الفرق في الطاقه ده، المفروض ان هو بيساوي ايه؟ سالب 13.6 على ان تربيع. طبعا الان في الحاله دي ب 2 تربيع، يبقى 2 تربيع مضروبه هنا في زد تربيع ناقص ده هيبقى سالب 13.6 على 1 تربيع مضروبه في الزد تربيع. هتلاحظ دلوقتي ان ده 2 فالرقم ثابت، يبقى ده كله ثابت وده كله ثابت، اللي بيتغير عندك مين يا جماعه؟ الزد. فاذا الزد دلوقتي بيؤثر على الطول الموجي، الزد بيؤثر على ايه؟ على الطول الموجي. اتمنى يكون القانون ده واضح بالنسبه لك. طيب ايه اللي يحصل بقى لما الزد يزيد؟ لما الزد بيزيد يا جماعه الفرق في الطاقه ما بين المستويين اللي هو ده بيزيد، وبناء عليه لما المقام يزيد الطول الموجي ايه؟ يقل، الطول الموجي بتاعي يقل. يعني لو ديت رسمه لعدد الذري للرسمه بتاعت التنجستين، العدد الذري بتاع التنجستين 74 وهو جه قال لي ارسم لي على نفس الشكل اللي قدامك ده الطيف المميز لما يكون العدد لذره العدد الذري بتاعها مثلا 85. ايه اللي حصل؟ العدد الذري زاد. لما العدد الذري يزيد هيبقى الفرق ده هيزيد. لما الفرق ده يزيد يبقى الطول الموجي الطول الموجي اللي هو بتاع الاشعاع المميز هيقل، يعني المفروض ده يقل وده يقل. فكأن الرسمه هتطلع كده، بص كده هتلاحظ ان ده كان هنا، ده اتنقل الناحيه دي كده، طبعا المفروض ارسمه قصير شويه، اتنقل الناحيه دي كده، وهتلاحظ ان ده كان هنا، لا اتنقل الناحيه دي شويه زي ما انت شايف كده، خلاص؟ انا يعني اتمنى انا حاولت قدر الامكان ان انا ابسط لك المعلومات بحيث توصل لك بالصوره المطلوبه. طبعا في مجموعه من الاسئله على الجزئيه ديت برضه نبص عليها بالمره بحيث ان احنا اذا ختمنا الجزء ده ما نرجعلوش تاني. مثلا عندي سؤال بيقول لك يعتمد الطول الموجي للطيف المميز للاشعه اكس على نوع ماده الهدف. الطيف المميز ده بيقول لك بيعتمد على نوع ماده الهدف ولا يعتمد على او لا يعتمد على فرق الجهد بين المصعد او بين الهدف والفتيله. ليه الكلام ده يا سيدي؟ لان الطيف المميز يا جماعه للاشعه اكس بينتج نتيجه تصادم الالكترون الفتيله بالالكترونات القريبه من ماده الهدف، وبعدين بيطلعها بره، وبعدين بينتقل الالكترون من مستوى الى مستوى فيطلع لي الطيف المميز ده. وبعدين يا هندسه هقول له من المعلوم ان فرق الطاقه بين المستويين، يعني فرق الطاقه بين المستويين دولت يختلف من ذره لاخرى، يعني اي 2 ناقص اي 1 في التنجستين تختلف عن اي 2 ناقص اي 1 في اي ذره ثانيه. والكلام ده انا قلت لكم بالشرح مفصل، واتمنى ان الناس تكون استوعبته والناس تثبت الاجابه بنفسها. طيب السؤال اللي بعده،
بيقول لك ايه؟ تستخدم الاشعه السينيه في دراسه التركيب البلوري للمواد، طبعا لانها لها قدره على الهيود في البلورات. ويمكن الكلام ده انا قلته لكم في الاول، والمفروض ان احنا نتكلم عليه لما نيجي نشرح تطبيقات الاشعه السينيه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك علل تستخدم الاشعه السينيه في الكشف عن العيوب التركيبيه في المواد المصنعه في الصناعات المعدنيه. برضو ده سؤال كويس، برضو ده نتيجه قدرتها على النفاذ خلال المسافات المتناهيه في الصغر. وهنقول الكلام ده، تستخدم الاشعه السينيه في تشخيص الكسور بالعظام لانها لها قدره على اختراق الاجسام بدرجات متفاوته، فهي بتقدر تنفذ من الشروخ اللي موجوده في العظم او الكسور اللي موجوده في العظم بنسبه اكبر من العظام نفسها، وبالتالي بيوضح الشروخ ديت على لوح فوتوغرافي. هوريكم الكلام ده وهشرحه ان شاء الله برضه في الفيديو اللي جاي، بحيث نختم الاشعه السينيه وبعدين نحل كتاب الامتحان على الفصل السادس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.